السلام عليكم طلابي الأعزاء، نرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد مع تمنياتنا لكم بالتفوق والنجاح. المادة الدراسية اللي راح نتناولها في الفصل الدراسي الأول هي عبارة عن الأحياء المجهرية الطبية Medical Microbiology. هذه المادة تتناول جزئين، الجزء النظري والجزء العملي، وأنا أعرفكم بنفسي الأستاذ الدكتور سماح أحمد كاظم، سأكون أحد الأساتذة اللي يدرسون هذه المادة بالاشتراك مع مجموعة من زملائي، وإن شاء الله في نهاية هذا الفصل بالتعاون معكم نكون حققنا نتيجة جيدة ونفرح بنجاحكم وتفوقكم. طلاب، موضوع محاضرتنا العملي لهذا اليوم هو الاستريلايزيشن. الاستريلايزيشن اللي هو نقصد به بالعربية التعقيم. طبعا في البداية عندنا مجموعة مصطلحات لازم نعرف شو تعني كل واحدة من عندها ونعرف الفرق بيناتها. أول مصطلح اللي ذكرته اللي هو الاستريلايزيشن refer to any process that eliminate, remove, kill or deactivate all form of life of microbiological agents، اللي هي عملية إزالة، قتل، إزالة فعالية كل شكل من أشكال الحياة للأحياء المجهرية اللي قد تكون فنجي، بكتيريا، فيروس، سبور فورمز إلى آخره، present in special region such as surface volume of fluid in compounds such as biological culture medium. هذا بالنسبة للسريلايزيشن. المصطلح الآخر اللي هو الديسينفكتنت، المطهرات، اللي هي عبارة عن انتي مايكروبيال ايجنتس that are applied to the surface of non-living objects to destroy microorganisms that are living on the object. يعني نستخدم هذه المطهرات أو المعقمات في إزالة الأحياء المجهرية الموجودة على الأسطح الغير الحية. This infection does not necessarily kill all microorganisms. مو بالضرورة أن تكون فعالة في القضاء على جميع الأحياء المجهرية الموجودة، وخصوصا resistant bacterial spores اللي بكتيريا الحاوية على السبورات. إذن هي less effective than sterilization which is an extreme physical and chemical process. المصطلح الآخر اللي هو البسترايزيشن، عملية البسترة اللي تحدث عادة في الأغذية المعلبة أو غير المعلبة مثل الملك، الفروت، فروت جوس إلى آخره. هذه عادة الأغذية تعامل بملد هيت، حرارة متوسطة تصل إلى درجة حرارة 100 سيليزي أو 212 فهرنهايت، to eliminate pathogens حتى نقلل الأحياء المجهرية الموجودة فيها. طبعا هذه الطريقة is intended to sterilize foods by destroying or inactivating organisms that contribute to spoilage including vegetative bacteria but not bacterial spores. Importance of sterilization. Medical sterilization، ما هي الفائدة من عملية التعقيم الطبي؟ أولا prevents the growth of disease in any medical tools device use bacteria comes on it. في حالة بعض الأدوات الطبية إذا تترك without an checked without any disinfected treatment it's highly likely that bacteria will grow. هاي نقطة، انه يعني الادوات او المعدات الطبيه اذا تركت بدون عمليه التعقيم او بدون عمليه التطهير باستخدام المعقمات فراح نسمح بنمو البكتيريا. النقطه الثانيه prevents the spread of disease. اذا السيرجيكال equipment is not properly sterilized، اذا ما تم تعقيم الادوات او المعدات الجراحيه، البيشنتس تريتد ار اكسبوزد تو ا ديزيز the previous patient had، ممكن أن تنتقل الأحياء المجهرية أو البكتيريا بواسطة إعادة استعمال هذه الأدوات الغير مطهرة أو المعقمة أثناء العمليات الجراحية. prevents double surgeries if unsterilized equipment، أيضا في حالة عدم تعقيم الأدوات can cause an infection leading to another surgery، ممكن أن يعرض الشخص المصاب أو المريض إلى عملية ثانية. زين، طبعا هذه راح تكون كوستلي، مكلفة بالنسبة للشخص المريض، بالإضافة إلى أنه راح تعرضه إلى life threatening complications، إلى مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة الشخص المريض.
method of sterilization. طبعا عندنا ثلاث طرق نستخدمها في عملية التعقيم. الطريقة الأولى هي physical method, dry heat sterilization, moist heat sterilization, sterilization by radiation, gamma radiation. النقطة الثانية اللي هي الكيميكال ميثود, بواسطة الغازيز استريلايزيشن والاستريلايزيشن باي ديسانفكتنت, واخيرا ميكانيكال ميثود باس ثرو بكتيريا برو فلتر. طبعا كل طريقة من هذه الطرق راح نتناولها في الشرائح اللاحقة. الطريقة الأولى اللي هي الفيزيكال ميثود وتحديدا لدراي هيت ستريلايزيشن. طبعا الانسترومنت أو الجهاز اللي يتم استخدامه في هذه الطريقة للتعقيم هو جهاز الأوفن اللي واضح أمامكم في الصورة. طبعا الأوفن بظروف خاصة حتى تكمل عملية التعقيم. الظروف لازم أنه درجة الحرارة تضبط على 160 درجة سيليزية وفترة التعقيم تكون لمدة 1 hour. طبعا هذا electrically heated and thermostatically controlled. كل جهاز مثل ما تعرفون له فوائد وإلى مضار أو مساوئ. فنيجي على الأدفانتج اللي نستفاد منها باستخدام هذا الجهاز في عملية التعقيم. It is a suitable method for sterilization of substance destroyed by moisture. هذه نقطة. Disadvantage اللي يعني توفرها هذه الطريقة هي long heating time, فترة طويلة, and high temperature, درجة حرارة راح تكون مرتفعة. الطريقة الثانية للفيزيكال ميثود اللي هي المويست هيت ستريلايزيشن. طبعا الجهاز المستخدم اللي هو الاوتوكليف او بالعربية نسميه جهاز الموصدة كما واضح امامكم في الصورة. طبعا هذا الجهاز يعمل بفكرة مماثلة لفكرة قدر الضغط اللي نستخدمه في المنزل. يحتاج saturated steam under pressure is allowing to penetrate through material for 15 minutes and temperature 121 سيليزي. اذا نلاحظ هذا الفرق بينه وبين الاوفن. الاوفن قلنا 160 سيليزي لمدة ساعة, بينما هذا لا, لازم اضبط الحرارة على 121 سيليزي ولمدة ربع ساعة طبعا بوجود الضغط. الادفانتج اللي يوفر هذا الجهاز مايكرو اورجانيزم ار كولد in a leisure time, في وقت أقل, due to high pressure saturated steam. Disadvantage, unsuitable for material not withstand temperature of 115 سيليزي or more during heating. ننتقل إلى الطريقة الأخيرة من الفيزيكال استريلايزيشن اللي هي عملية الاستريلايزيشن باي رايديشن. طبعا هذه العملية يتم استخدامها لأنها توفر شغلتين. الشغلة الأولى راح تكون alteration of chemicals, تغيير في الكيمياويات اللي تتكون منها المادة, lead to form new compound in cell destroying the microorganism itself. بما أنه تم تغيير هذه المواد الكيميائية راح تتخلق لمركبات جديدة هي اللي راح تعمل على قتل أو تحطيم المايكرو أورجانيزم الموجودة. هذه النقطة. النقطة الثانية vital structure راح يكون تأثيرها على تراكيب معينة داخل الخلايا مثل نيوكليير بروتين, وبالتالي راح تتحطم وثم killing للمايكرو أورجانيزم. من الأمثلة اللي تستخدم بعملية الرايديشن هو النظير المشع الكوبالت 60 used for gamma ray sterilization process. Gamma ray generally obtained from radioisotope, مثل ما ذكرت النظير المشع اللي هو الكوبالت 60, during disintegration of unsuitable atom. أيضا ممكن أن يساعد في الكل مايكرو أورجانيزم by isolating atom of essential substance of cells present in them. ننتقل إلى طريقة التعقيم الثانية وهي الكيميكال ميثود وتحديدا الغازيز ستريلايزيشن. المادة اللي تستخدم في هذا النوع من التعقيم هي الإثيلين أوكسايد. طبعا special type of chemical sterilization باستخدام gases and vapor. The gas used, الغاز المستخدم, هو safely in use and non-inflammable, غير قابل للإشتعال. Nowadays ethylene oxide most widely used gaseous sterilization agent in medical science. بالنسبة إلى الأدفانتج المتوخات من استخدام هذا الغاز اللي هو له القابلية لpenetration power quite useful for sterilizing surgical instruments such as catheter, needles, plastic disposable. Disadvantage, very slow sterilization process, عملية بطيئة, very costly equipment, بالإضافة إلى أنها عملية مكلفة.
الطريقة الأخرى من عملية الكيميكال استريلايزيشن هي عملية الديسانفكشن اللي تعني decontamination إزالة التلوث removal of microorganism contaminating an object الأحياء المجهرية اللي تحدث التلوث للأسطح preservation اللي هي عملية preventing methods of microbe that kills spoilage of susceptible products pharmaceuticals or foods أيضا عملية sensitization اللي هي removal of microbes that pose a threat to the public health food industry water conditioning sensitizer an agent usually a detergent مطهر that reduce the number of bacteria to safe level وصولا الى المستوى الامن للاستخدام من الأمثلة الشائعة للمطهرات المستخدمة الكحول الديهايد هالوجين فينول سيرفكتنس هيفي ميتالز أيضا الإثيلين أوكسيد ممكن أن أستخدمه في عملية التعقيم طبعا هذه الطريقة بها الأدفانتج اللي هي widely used in hospital في المستشفيات for materials that cannot withstand steam sterilization الديسادفانتج ان هي 40 الى 60% من المحتوى الموجود في هذه المطهرات هو هيوميديتي رطوبه يعني مي ان استريلايزنج تشامبر الطريقة الأخرى من طرق التعقيم هي الميكانيكال ميثود طبعا هذه الطريقة غالبية السولوشن المحاليل يتم تعقيمها بواسطة هذه الطريقة the solution to be sterilized must be passed through depth filter or screen filter which includes particulate filters, microbial filters, final filters هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الفلاتر المستخدمة في عملية الميكانيكال استريلايزيشن ميثود المحاليل اللي يتم تعقيمها بهذه الطريقة pharmaceutical solutions أيضا ممكن أن تتعقم بهذه الطريقة The microorganisms are physically removed by absorption on the filter medium امتصاصها عن طريق الوسط الخاص بالفلتر or by mechanism or بطريقة ميكانيكية filtration, filling and sealing processes are under aseptic condition sterilization test must be done طلابي الأعزاء بهذا نكون أكملنا الجزء الأول من محاضرة هذا اليوم ننتقل إلى الجزء الثاني Thank you for your listening